تحياتي لحضراتكم وأهلا بيكم في موعدنا المتجدد من أحداث النهار. منذ ختام مؤتمر الشباب الذي عقد الشهر الماضي بمدينة شرم الشيخ، تعكف جميع الجهات المعنية على تنفيذ تكليفات الرئيس التي حملتها توصيات هذا المؤتمر. لعل من أهم التوصيات التي طرحها الرئيس السيسي هو تشكيل لجنة وطنية للفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين، وهو ما تم بالفعل على أرض الواقع وانتهى إلى الإفراج عن 82 شاب بعد دراسة موقفهم كقائمة أولى. استكمالا لمتابعة هذه التوصيات، النهاردة بتشهد قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر تنفيذ توصية جديدة من أهم توصيات هذا المؤتمر التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي إجراء حوار مجتمعي حول تصويب الخطاب الديني، وده طبعا ناتج عن قرار الرئيس بقيام الحكومة بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجهات المعنية بالدولة بعقد حوار مجتمعي مع المتخصصين والكبار والخبراء والمثقفين، طبعا ده بالإضافة إلى التمثيل المكثف من الفئات الشبابية لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق السليمة لتصويب الخطاب الديني. طيب، جلسات الحوار بتستهدف وضع أسس فاعلة لتدبير الشأن الديني وتصويب الخطاب الدعوي، وطبعا ضبط الأداء في إطار الحفاظ على الثوابت الدينية والهوية المصرية بكل أبعادها الحضارية والتاريخية. بتنعقد اللقاءات بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية على مدار الأسبوع بين الشباب والعلماء والخبراء والمفكرين في جميع المجالات التي تهم طبعا شبابنا وترسيخ للقيم الإيجابية في مجتمعنا ومحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة. وتضم هذه اللقاءات لفيفا من الشباب الخاص بالجامعات المصرية ومراحل التعليم قبل الجامعي أيضا، وفئات من مختلف شرائح الشباب المصري. كمان من المقرر أن يعقب هذه الجلسة الافتتاحية مؤتمر صحفي لاستعراض خطة الأزهر الشريف للحوار المجتمعي، وده طبعا في إطار تكامل الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية بالدولة. طيب، للوقوف أكثر على تنفيذ هذه التوصية الجديدة والمتمثلة في هذا الحوار المجتمعي وأهميته وأبعاده، هيشرفني في استوديو أحداث النهار ضيوفي الكرام الدكتور محمود الهواري من علماء الأزهر الشريف. تحياتي لحضرتك يا فندم. والدكتور أحمد الشريف، أمين عام مؤسسة القادة التي تعد واحدة من أهم المؤسسات الشبابية. تحياتي يا فندم. خليني أبدأ الحوار معك الدكتور محمود الهواري من علماء الأزهر الشريف. بداية، يعني التعريف بهذا الحوار المجتمعي، من سيشارك فيه، فعالياته وأهميته في هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنشكر حضراتكم ان انتم اتحتوا لنا الفرصة ان الأزهر يعبر عما عنده وعما يجول بخاطره. الحوار المجتمعي خطوة مهمة جدا، والأزهر يمكن كان بيبشرها بالفعل، يمكن مش بس بعد توصيات المؤتمر إنما من قبل كده، لأن ده هدفه وده منهجه. الأزهر الشريف النهاردة إن شاء الله في آخر النهار الساعة 5:30 هيشارك فيه كبار رجال الأزهر في عقد مؤتمر، شارك فيه الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والأستاذ الدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث، والأستاذ الدكتور الأمين رئيس قطاع المعاهد التعليمية، وشارك فيه كمان كل الشباب وكل القيادات الفاعلة بالفعل الموجودة علشان يحطوا أسس تكون محل تنفيذ. القصة مش ان احنا نتكلم في مجرد كلام بيتقال او شعارات براقة، انما لا، احنا بنحاول من خلال القعدة بتاعت النهاردة ان شاء الله نحط أسس تكون قابلة للتطبيق. الأسس القابلة للتطبيق دي مش هحطها انا لوحدي كأزهر، انما انا بسمع لكل الناس اللي لهم صلة بالمؤسسة، كل الناس اللي انا ممكن أثر فيهم، كل الناس اللي ممكن يوجهوا سير البلد، يعني سواء سير انا في كاداره او كمؤسسه وانا كمان باثر فيهم بشكل ما، فاحنا كلنا بنتعاون علشان نوصل لحل سليم. ده اللي هيحصل النهارده. اللي هيحصل النهارده ان شاء الله دي افتتاح انطلاق اخر النهار في مؤتمر صحفي يعلن كل مسؤول عن خطته خلال الاسبوع. الحوار هيدار ازاي؟ هيتناول ايه؟ هيحاول يتوصل من خلال خطته يعني التفصيليه من خلال الاسبوع هيعمل ايه بالظبط؟ الكلام ده لما هيعلن مش معناه برضو انه هيفضل حبر على ورق، مش معناه برضو انه هيفضل شعارات، انما
بيعلن علشان يتحط محل تنفيذ، لأنه مش بس في قاعة الأزهر للمؤتمرات، إنما هيشمل مصر كلها في كل المحافظات. حتى يقوم هذا الحوار على النقاش وليست العبارات الرنانة. لا لا طبعا. يعني إزاي هنقدر نحولها إلى يعني أطر أساسية ومحاور أساسية على أرض الواقع؟ يمكن ده سؤالي، بس بعد ما انتقل إلى الدكتور أحمد الشريف. تحياتي يا فندم مرة تانية لحضرتك. إحنا عايزين نعرف اللي بيتابعونا دلوقتي، إيه هي مؤسسة القادة؟ خاصة أن مؤسسة القادة يعني ليها دور كبير جدا في تمثيل الشباب، وكان ليها دور فعال في تمثيل المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ. أنا عايزة حضرتك كده في نبذة بسيطة تعرف لنا إيه مؤسسة القادة، خاصة أنها مش مقتصرة على محافظة واحدة، دي منتشرة ما شاء الله في محافظات مصر كلها. في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين، وأنا اسمحيني بس في البداية أوجه تحية شكر وإعزاز وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحاجة محددة. الحاجة أن هو في ظل أو في أثناء اتجاهه لبناء الدولة وبناء الحجر زي ما أنا بقول، اتجه في نفس التوقيت لبناء البشر، ودي حاجة اللي هي احنا كنا بننادي بيها كمؤسسة أصلا. يعني المؤسسة القادة أنشئت من أجل هذا الأمر، إعادة منظومة القيم والأخلاق والثقافة لدى أبناء الشعب المصري كافة. يعني إحنا بنشتغل على الإنسان المصري. فالحقيقة إحنا كنا في منتهى السعادة لما سيادة الرئيس اهتم بالمشروعات القومية، واهتم بالمشروعات الاقتصادية، واهتم بالبنية الأساسية للدولة، وفي نفس الوقت بيبني البشر، بيبني العقول، بيغير المفاهيم، وده من خلال طبعا التوصيات اللي طلعت من المؤتمر وأحداث المؤتمر في خلال السنة الماضية. احنا كمؤسسة دورنا الحقيقة بدأ تقريبا منذ تولي السيد الرئيس أو في نفس التوقيت. احنا بدأنا من 14/6/2014، وكان دورنا الرئيسي هو التأهيل من أجل التمكين. شعار رئيسي للمؤسسة هو التأهيل من أجل التمكين. فاشتغلنا على فكرة ان احنا ازاي نعيد منظومة القيم والمبادئ، ونتخلى عن كل ما هو سيء والعادات السيئة والتقاليد السيئة، والعودة الى ما كل ما هو حميد يعني. وازاي نقدر نرجع تاني بالانسان المصري او الشاب المصري او الرجل المصري او المرأة المصرية الى سدة المشهد. وده حصل من خلال ان احنا قدمنا برامج متعدده في كافه المجالات، يعني في مجال القيادات الاداريه والتنفيذيه، في مجال البرلمان، في المحليات، في تاهيل طلبه الجامعه والشغل على طلبه المدارس من اول مدارس ابتدائي لغايه الجامعه. اشتغلنا، رحنا للناس في كل حته في مصر تقريبا. رحنا من اول سيوه في مرسى مطروح لغايه حلايب وشلاتين في اسوان. كان لينا الشرف ان احنا طبعا بجهود قدرنا نكون مجموعه من الشباب قوامها تقريبا دلوقتي حوالي، يعني القيادات يعني الموجوده في كل المحافظات حوالي 75,000 شاب مؤهل لاداره الفكره ديت، فكره اللي هي فكره التأهيل من اجل التمكين ومشروع القادة. أنجزنا طبعا في الفترة الماضية مجموعة كبيرة جدا من البرامج والدورات، ونتج من الشغل ده كله أن في الحمد لله كان لنا تمثيل شباب كويس جدا من عندنا، من الشباب القادة ومن الشباب اللي اتدربوا كانوا في المؤتمر الوطني، ودلوقتي بيشاركوا في كل المؤتمرات الموجودة ومتميزين إلى أبعد مدى حضرتك تتخيليه. ولكن احنا الفكرة الرئيسية هنا ان القضية بالنسبة لنا قضية تأهيل وتمكين، يعني في شقين. الشق الاول اللي احنا بدأنا به اللي هو ازاي ان احنا نعمل يعني الاهتمام بالتثقيف والتنمية الفكر. وانا احييك جدا يعني، لان الخطوة هي فعلا منطقية، لان في ناس بتتجاهل خطوة التأهيل. طبعا. دايما بتفكر ان هي ازاي تتمكن، ازاي توصل للهدف. طب فين التأهيل يا جماعة؟ تمام. ازاي نعمل تحضير للخطوه دي؟ فطبعا ليك كل التحيه بده. فالحقيقه احنا اشتغلنا على الجزء ده، يعني احنا حاربنا على التاهيل عشان نوصل لمرحله التمكين. والتمكين عندنا طبعا مش زي ما الناس فاهمه ان كله هيبقى موظفين حكومه ولا ده في الدوله، لا بالعكس، احنا بنأهل في كل المجالات. ويمكن اثناء الحوار هقول لحضرتك اكتر من مفاجاه، ودي طبعا دي كلها هي توجيهات الرئيس مع التوصيات المؤتمر اللي فات، وتم تفعيلها في صورة عملية. يعني هقول لك ازاي ده حصل قبل ان تتوالى المفاجآت. يعني اكيد هنترقبها مع حضرتك. ولكن دكتور محمود، دلوقتي احنا بنتابع على الجانب الاخر من الشاشة مؤتمر الحوار المجتمعي في وزارة الشباب والرياضة. تمام. يعني في اكثر من جهة بتتابع الحوار المجتمعي ده،
من جانب وزارة الشباب شاهدنا من قبل من التعليم العالي، كذلك الأزهر النهاردة إن شاء الله. طيب أنا عايزة أستغل وجود الدكتور أحمد شريف أمين عام مؤسسة القادة وما يمثل المؤسسات الشبابية، وحضرتك بتمثل مؤسسات أو مؤسسة الأزهر الشريف. طيب إزاي نقدر نعمل تنسيق وموائمة ما بين الأزهر الشريف وكذلك الشباب، خاصة وأن المؤتمر والحوار المجتمع اليوم يشارك فيه الشباب ما قبل الجامعي وأيضا ما بعد الجامعي، إزاي ده هيتم؟ هو طبعا فرص الالتقاء موجودة وكتيرة جدا، والأزهر ما بيتأخرش فيها بفضل الله تعالى، لكن هي بس الحكاية أنه ممكن ده ما يكونش معمول له شو كويس، لكن الأزهر بفضل الله شغال، يمكن كمان مش على مستوى مصر إنما على مستوى العالم. احنا عندنا شباب من أكتر من 110 دولة بيتعلموا، وما بنكتفيش حتى بالتعليم التقليدي اللي ممكن يتخيل ان هو شويه برامج او مقررات، لا ده احنا بنحاول نعمل حاجه خارجه عن الشيء الرسمي اللي هو برامج زي ما قال الدكتور برضو، برامج تاهيليه، يمكن بعيدا عن كليات اللغات والترجمه وبعيدا عن اللغات اللي هي الرسميه، لا احنا بنعلم تنميه بشريه وبنعلم تعليم لغات، تعليم الاجانب بلغاتهم، يعني ازاي نعلمهم كتب التراث بتاعتنا، بنفتح برامج تعليميه اشبه بالتعليم المفتوح في توقيت غير رسمي حسب ما هو يتاح للشباب. ده داخل جامعة الأزهر؟ ده ولا خارج سور الجامعة؟ لا خارج، وحتى خارج سور الجامعة موجود، حتى ده موجود أيضا، يعني عندنا نظام الأروقة التعليمية في الأزهر الشريف بيعقد في خلال الأسبوع أكثر من 75 حلقة في كل التخصصات، سواء كانت تنمية بشرية أو لغات أو كتب تراثية أو قراءة متون أو حتى ما نسميه الآن تفكيك الفكر العنيف، يعني إحنا ما بنعالجش بس فكر فئة معينة، إنما إحنا عندنا بنشهد حتى على مستوى العالم أفكار تيارات معينة فيها نوع من العنف والحدة والقسوة، كل ده محط نظر وكل ده بيعمل على تفكيكه، وبنحاول نطرحه على مائدة القرآن والسنة، يا ترى القرآن بيوافق ده ولا بيرفض ده؟ طب يا ترى الدور الطبيعي بتاع الإنسان في مجتمع ما، هل هو مع المواطنة ولا ضد المواطنة؟ طب وهل المواطنة معناها إيه؟ وبتفرض عليه سلوك معين إزاي؟ فلاقي الأزهر شغال في ده كويس جدا، من خلال التدريب، من خلال التعليم، من خلال مطبوعات، من خلال مشاركات، ويمكن كان في قريبا يعني كان في مؤتمر في الأزهر كان في 40 شاب من 15 جنسية مختلفة، وكان فضيلة الإمام الأكبر كان مشارك معاهم وحضر معاهم وألقى عليهم كلمة طيبة يعني حثهم فيها على العمل ودفعهم لمزيد من التقدم في بلادهم، وده مؤثر حتى موجود إعلاميا. طيب أنا يمكن نفس السؤال هوجهه للدكتور أحمد شريف، يعني تعاون مؤسسات شبابية زي مؤسسة القادة مع مؤسسة الأزهر، خاصة يا دكتور محمود يعني البعض يلوم على الأزهر إن ربما يكون شباب الأزهر له صفة معينة وصفة غير منخرطة مع شباب المجتمع الآخر. طيب إحنا إزاي يعني الفجوة حتى لو كانت وهمية الفجوة دي على أرض الواقع، إزاي ما نخليهاش تكون موجودة من خلال تمثيل بعض المؤسسات الشبابية زي مؤسسة القادة؟ يعني أنا عايزة أسمع رأي حضرتك وبعد كده هعود لحضرتك مرة تانية يا دكتور محمود. هو الحقيقة طبعا احنا لازم نثني على دور الأزهر الشريف، لأن هو الحقيقة هو السد المنيع في الفترة الماضية كاملة، يعني محدش يقدر ينكر هذا الموضوع، واحنا انا متابع طبعا ما يحدث في الازهر، ويمكن في بعض المحاضرين بيحاضروا عندنا، وانا الحقيقه كنت سعيد جدا لما عرفت كمان ان هم بيستعينوا فيه عندنا، من عندنا محور في الدورات الحمدية عن الانتماء والمواطنة، احنا بنديه عندنا في المؤسسة ببرامجنا، فأنا كنت سعيد جدا لما لقيت ان الأزهر بيدي نفس المحور ده وبنفس المحاضر، يعني يعني بنفس المحاضر اللي عندنا، هو طبعا العميد دكتور أسامة الجمال من الشخصيات الرائعة، فهو الحقيقه تقريبا بيروح كل الازهر في معاهد الازهر وبيروح في المدارس وبيروح في، واحنا من عندنا في ناس كتير جدا بتروح، بس انا عايز اقول لك برضه حضرتك ان اللي عملته مؤسسه القاده ما عملتوش لوحدها، اللي عملته مؤسسه القاده بشركاء نجاح، يعني احنا لينا شركاء نجاح كتير منهم وزارات وهيئات ونقابات، ويعني على سبيل المثال للحصر طبعا، يعني عندنا حضرتك احنا مثلا مع الهيئه العامه للاستعلامات ومركز النيل اللي تبع رئاسه الجمهوريه، مركز الهيئه العامه للاستعلامات شغاله معانا شريك اساسي، عندنا وزاره الثقافه وهيئه قصور الثقافه شريك اساسي، عندنا وزاره الماليه ضريبه المبيعات على الضرائب على المبيعات احنا بناهل برضو العاملين هناك، عندنا نقابات عامه، نقابات الناس النقابه العامه المحامين والمهندسين والصيادله عاملين اكتر من، يعني في مؤسسات كتير، في مؤسسات كتيره جدا بتتعاون معانا، اللي هو امنوا بالفكره، امنوا ان هم ده فعلا ضروره، التاهيل والتدريب مهم جدا، وان الثقافه مهمه جدا، لان احنا لينا وجهه نظر في محاربه الفساد عن طريق ده. إذن يعني في تفاعل ما بين دور الأزهر
ومؤسسة الأزهر وما بين المؤسسات الشبابية. أنا هرجع لحضرتك دكتور محمود في النقطة اللي تحدثت فيها عن شباب الأزهر، هل هو منفصل عن الشباب الآخر؟ بمعنى أنه بطبيعة اختلاف التعليم، بطبيعة اختلاف الحياة الثقافية، هل بيكون له طابع مختلف عن الشباب الآخر؟ يعني إحنا هنعرف ده أكتر، ولكن بعد أن نتابع مع مشاهدينا لقطات من مؤتمر الحوار المجتمعي في وزارة الشباب والرياضة تحت شعار القيم والهوية والخطاب الديني، نتابع مع حضراتكم. نوع من أنواع المشاحنات شوية، لكن ده دليل إن إحنا بنعمل حوار حقيقي. لكن طول ما إحنا قاعدين مبسوطين وبنقول الله والكلام حلو وبتاع وبنسقف، ده مش حوار، ده ندوة من اتجاه واحد بس. لكن لما بيبقى فيه فعلا كلام بيتقال بيمس حاجة اتربينا عليها، بيمس مبادئ أساسية جوانا، بيمس ركائز أساسية، ده اللي بيخلينا نتكلم ونبتدي نتفاعل. شكرا. دكتورة لميس، أنا الحقيقة عندي كلمتين. الأولى المعالي الوزير الثقافة أستاذ حلمي، أنا اتفرجت على الفيلم بتاع يوميات المجند. الفيلم البذيء اللي عملته الجزيرة أخذ سنة، هو متمثل ومتفبرك وكل حاجة. الفيلم اللي احنا عملناه ده خد وقت قليل، هو يقترب إلى السينما التسجيلية وبيرويه جندي. أنا كنت عايزة أشوف حاجة غير مباشرة، اللي هيتفرج على ده يقول لك يا عم بقى معقولة هم يعني بياكلوا في حاجات نظيفة كده وبيلبسوا كده وبيناموا على السراير دي؟ ده المباشر، ده اللي كان بيتكلم عليه الدكتور سامي. أنا عايزة أتكلم مع مجند صعيدي لسه مخلص تجنيده وراجع، أو راجع في أجازة بعد ما قضى فترة 45 يوم وراجع أجازة ورايح يستلم السلاح بتاعه، أو بعد ما استلم السلاح بتاعه بشهر. أكلم عيل من شاب صغير من الفلاحين من الواحات، هو ده اللي يعمل التأثير. إنما الحقيقة شكل الإعلام في مواجهة ده كان سيء جدا. المشكلة مش أنا إن أنا أقعد أشتم في قطر، ده أنا عملت لهم دعاية بمليون جنيه، دول ولا يسوا. الناس دي ناس يعني عندها عقدة نفسية. أنا بقيمتي بتاريخ جيشي بقدره ما تهزش من الناس دول. انا كده دلوقتي الناس بعد اللي حصل في الاعلام بتدور على الفيلم عايزه تشوف، وده التاثير العكسي. الكلمه الثانيه للشاب اللي تكلم عن الرقابه، اقول لك الحق انت صدمتني. انا كنت استنى الكلام ده من حد قدي كده او اكبر مني كمان 10 سنين. انما انت في عز شبابك بتبقى بكامل طاقتك الحرة، ازاي تطلب رقابة على عقلك؟ ازاي تطلب من 5 وزارات ان هم يستفوا لك عمل فني؟